حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية بعد أهم العناوين. والبدء من الزمان، الكاظمي يحذر من شراء أصوات الناخبين عبر تعيينات وهمية. نقرأ في العربي الجديد: العراق تفاهمات سياسية ترحل قوانين خلافية إلى البرلمان المقبل. ونطالع من المدى الموصل: عمالة الأطفال ترتفع، ضريبة الحرب وفشل الحكومات. أما في صحيفة الشرق الأوسط: إسرائيل توافق على بحث عرض حماس حول تبادل الأسرى. وفي القدس العربي: رئيس تونسي يعطل الدستور والنهضة خطوة أخرى نحو الدكتاتورية. في إندبندنت عربية: أزمة دستورية تنتظر ليبيا مع حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية. وفي البيان الإماراتي: ماكرون يقرر عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل. في كل يوم تسجل لنا الديمقراطية العراقية أولويات كثيرة ومهمة، فهي أولى دولة تمارس السياسة من أجل الضحك على الناس واللعب على مشاعرهم، لأنهم يعتقدون أن هذه البلاد منذورة لمهمة كبرى، وهي الحفاظ على شذوذ بعض الأجهزة الأمنية وتحكمها بحياة المواطنين. وهنا علي حسين تساءل في صحيفة المدى: ما معنى أن يتعرض مواطن للموت في مركز شرطة من دون أن يحاسب ضابط التحقيق؟ بل وجدنا المسؤولين في الداخلية يسوغون هذا الحادث ويجدون الأعذار لذلك الضابط. لم تكن هذه الحادثة الأولى ولن تكون الأخيرة، ففي كل مرة تقدم لنا وزارة الداخلية عرضاً همجياً هدفه سلب آدمية المواطن العراقي، سجناء يتعرضون إلى أبشع أنواع التعذيب، ومواطنون يهانون في مراكز الشرطة التي تحولت إلى إقطاعيات يمتلكها ضباط بمباركة وزارة الداخلية. قبل يومين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر لا يحدث إلا في العراق، فقد أفرجت الجهات الأمنية في محافظة بابل عن شاب متهم بقتل زوجته، لكن تبين لاحقاً أنها على قيد الحياة، لنكتشف أن جريمة الشاب كانت أنه تجرأ وقدم بلاغاً إلى مركز الشرطة عن فقدان زوجته، ولم يكن يدري أن هناك ضابطاً يتلذذ بتعذيب الآخرين وتحقيرهم. ما بين بيان وزارة الداخلية الكوميدي والذي أكدت فيه أنها ستقف على الأسباب الرئيسة التي دفعت هذا الضابط إلى القيام بهذه الإجراءات بحق مواطن عراقي، وبين بشاعة القصاص من مواطن جريمته الوحيدة أنه دخل مركز شرطة، يعيش الناس اليوم في ظل أفراد وأجهزة يعتقد كل منهم أن له الحق في تنفيذ قانونه الخاص. لعل الأخطر في واقعة تعذيب الشاب ليس أن أفراداً من الشرطة قرروا أن يكونوا هم الدولة وهم القانون، بل هو تبريرات وزارة الداخلية المضحكة على مثل هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف الكاتب بأن المجتمع ينتقل من خلال القانون الذي هو عقد اجتماعي بين المواطنين جميعاً، ينتقل من حالة الفوضى إلى حالة النظام والتحضر والعدالة إلى التي تطبق على الجميع. هذه هي الضمانة الوحيدة لاستمرار الحياة، ومن دون ذلك سيتحول المجتمع إلى غابة يفرض فيها القوي قانونه الخاص على الضعفاء. وفي السياق نفسه في صحيفة الزمان كتب فاتح عبد السلام عن التحقيق الحاصل مع ضابط جعل مواطنا بريئا يعترف أنه قتل زوجته وأحرق جثتها، على حين ظهرت الزوجة وهي تتكلم وتضحك بعد أسابيع. هنا الكاتب ذكر أن هذا الأمر لا يمكن تجاهله، لأنه ليس حالة فردية وإنما هو ممارسة شائعة ذهب ضحيتها
كثير من المواطنين الأبرياء، فلنتابع تفاصيله. قصص التعذيب باتت شائعة لا سيما بعد طرد تنظيم داعش من ثلث العراق، وهناك تسجيلات موثقة على الإنترنت حول استجواب أشخاص تحت التعذيب، وبعضهم يتم قتله علناً من دون أي إجراءات قانونية. رئيس الحكومة، أي حكومة سابقة أو لاحقة، يتحمل مسؤولية قتل مواطن عراقي واحد تحت التعذيب أو إصابته بعاهة مستديمة أو مرض مزمن، ومن ثم تأتي مسؤولية بقية الوزراء المختصين. المسألة ليست لعبة وحدثاً عابراً يمر مرور الكرام. إذا تريدون بناء دولة يتم احترام القانون فيها، لأن من يجري قتل أبيه في التحقيق لن يكون مواطناً سليماً في تفكيره، وسوف ينظر إلى جميع السلطات الرسمية بوصفها جهات إجرامية، ولا يتورع عن الانخراط في تنظيمات متطرفة من أجل الانتقام لأبيه. هذا ليس كلام تكهنات، وإنما عن اطلاع على قصص لا حصر لها. يتحدث خلالها ذو الذين قتلوا تحت التعذيب أو اختطفوا ورميت جثثهم في العراء، حديثاً مليئاً بروح الانتقام المؤجل لحين التوقيت الذي يتناسب مع إطلاق جميع أنواع الانتقامات، وهذا التوقيت مر به العراق أكثر من مرة منذ العام 1991 وحتى اليوم. وفي هذا السياق يرى الكاتب أن الفرصة لم تفت نهائياً، وهناك مجال لتدارك ما يمكن تداركه في إقرار القوانين التي تحرم التعذيب تحت أي ذريعة، والقصد هنا القوانين التي تلزم بتطبيق تلك القوانين الميتة. ليس ثمة غرابة في أن يثير مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة الذي احتضنته بغداد قبل أيام كل هذا الفيض من التعليقات الساخرة والنكات اللاذعة الطريفة في مواقع التواصل، وليس أيضا ثمة غرابة في أن يتصرف حيتان الفساد الكبار وكأن الأمر لا يعنيهم، إذ يتسابقون على الترحيب بالمؤتمر ومنهم من حضر بعض جلساته. في هذا السياق عبد اللطيف السعدون رأى في صحيفة العربي الجديد أن المؤتمر لم يكن أكثر من نكتة موسم طازجة بامتياز. فضيلة واحدة تظل لمؤتمر اليوم أنه كشف حجم الأموال المنهوبة من العراق طوال عقدين، والتي قدرها تقرير رسمي من داخل المؤتمر ب 360 مليارا من الدولارات، فيما يقول خبراء ماليون معنيون إنها تصل إلى أكثر من تريليون دولار، وهو ما يساوي ميزانيات دول عديدة. إشارة لافتة برزت في جلسات المؤتمر، وهي الإعلان عن نجاح هيئة النزاهة في استرداد ما يقرب من 40 مليون دولار من الأموال المنهوبة، أي ما يساوي قطرة صغيرة في بحر هذه الأموال، ما يعني أن ما استرد هو ما نهبته حيتان صغيرة لا حول لها ولا طول. أما الحيتان الكبيرة وهي معروفة ومشخصة، فقد ظلت خارج المساءلة القانونية. وإذا ما جرى الحال على هذا المنوال، وحتى لو خلصت النيات، فإننا نحتاج عقوداً ربما قرناً كي نسترد المال كله. وقد ألقت الحكومة بفشلها في هذا الجانب على عدم توفر تعاون دولي لاسترداد ما نهب، تظل طامة كبرى، وهي أن هناك أشكالاً مبتكرة لنهب المال العام لا يمكن رصدها أو التثبت من مجرياتها، كونها تعتمد على فتاوى شرعية تضمن للفاعلين الحرية التامة في وضع اليد عليها والتصرف بها، لأن المال العام مجهول المالك وليس له صاحب. أضاف الكاتب أن الحقيقة تطل هنا برأسها من دون مؤتمر ومن دون تكاذب متبادل بين اللصوص وحماتهم من أحزاب وميليشيات ومافيات،
هنا يمكن أن تدق الأجراس، وبخطوات بسيطة سريعة ومعلنة يمكن استرداد معظم ما نهب من مال بتفعيل قانون الكسب غير المشروع ورفع الحصانة عن الرؤوس التي تدير أعمال الفساد والإفساد. ومن دون ذلك سنظل نسمع جعجعة ولا نرى طحنا. إلى صحيفة إندبندنت عربية التي سلطت الضوء على تفاقم ظاهرة الاستيلاء على عقارات الدولة في العراق، فقد ذكرت هذه الصحيفة في تقرير لها أن سبب تفشي تلك الظاهرة هو الفساد الإداري والمالي، مضيفة أن 60% من عقارات الدولة تستغلها أحزاب سياسية نافذة وميليشيات مسلحة. الصحيفة تنقل عن رئيس هيئة النزاهة الأسبق موسى فرج قوله إن ظاهرة الاستيلاء على العقارات العامة من قبل المسؤولين تطورت إلى الاستيلاء على عقارات المنطقة الخضراء وطلبوا تملكها لأغراض السكن بواسطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب بأبخس الأثمان، بحيث وصل الحال إلى تمليك أراضٍ باهظة الثمن على شواطئ نهر دجلة للوزراء والنواب، تقدر قيمة المتر منها في السوق بما يعادل القيمة الكلية التي تحصل عليها المستفيد، وتشير بعض المصادر إلى أن 60% من عقارات الدولة التي يقدر عددها ب 300,000 عقار مستغلة من قبل أحزاب سياسية نافذة وجماعات مسلحة ومواطنين مرتبطين بتلك الأحزاب من دون عقود وخارج الطرق الأصولية التي نصت عليها القوانين النافذة، بينما نجد أن 40% من هذه العقارات مستغلة وفق عقود أصولية لكنها بأجور وأسعار أقل بكثير من مستوى أسعار السوق، حيث يقدر سعر بيع المتر المربع من هذه الأصول خلال الفترة بين 2006 و2014 ب6 دولارات، مع أن سعرها في السوق يقدر ب2000 دولار، وأيضاً جرى الاستيلاء عليها عن طريق التزوير والتلاعب بالسجلات الرسمية. وعلى وفق هذه الصحيفة فإن العقارات المغصوبة تتركز في بغداد وكربلاء والنجف والبصرة وكركوك، وتقدر قيمة التابعة منها للدولة المستولى عليها بما لا يقل عن 3 مليارات دولار. في خطوة مثيرة للجدل أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي في طبرق الواقعة تحت سيطرة الجنرال خليفة حفتر أن المجلس ألغى الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة في جلسة مغلقة. صحيفة القدس العربي ترى في افتتاحيتها أن هذه الخطوة هي مناورة خطرة لعرقلة الحل السياسي في ليبيا. عدد كبير من النواب أكدوا أن هذا الإجراء مزور ومن تدبير رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وتبع ذلك توقيع 38 نائبا من الذين حضروا جلسة يوم الثلاثاء الماضي عريضة ترفض إجراء صالح وتعتبره مزيفا، وتؤكد أن النواب المذكورين لم يصوتوا لسحب الثقة من الحكومة، إضافة إلى كونه يسقط النصاب القانوني الذي زعم رئيس المجلس حصوله، فإن إعلان النواب المذكورين يؤكد أن سلطة الأمر الواقع التي يمثلها حفتر قادرة على إرهاب عدد كبير من النواب، لكنها غير قادرة على فرض إرادتها على كامل المجلس، ناهيك عن مخالفة الأمر حتى لو تمكن حفتر وشريكه من فرضه على النواب للاتفاق السياسي الذي اشتغلت عليه القوى السياسية الليبية على مدى سنوات وتم تصديقه وتشريعه من قبل الأمم المتحدة والمنظومة الدولية. من اللافت للنظر أنه إضافة إلى النواب الذين تجرأوا على اعتراض تزوير إراداتهم، فإن عمداء 65 بلدية ليبية بما فيها بلدية طبرق الواقعة تحت تأثير حفتر استغربت من قرار مجلس النواب
وأعلنت تأييدها لجهود حكومة الوحدة الوطنية، وهو أيضا ما فعلته البعثة الأممية في ليبيا التي قالت إن حكومة عبد الحميد الدبيبة تظل الحكومة الشرعية حتى استبدالها عبر عملية منتظمة تعقب الانتخابات في كانون الأول المقبل. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن عرقلة الانتخابات تعني عرقلة الحل السياسي، وهي وعودة إمكانية الحرب الأهلية وما تعنيه من احتمال اجتداد نزعات التطرف والإرهاب. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرى في خسارة بلاده صفقة الغواصات مع أستراليا كارثة تؤكد ضعف حلف شمال الأطلسي بسبب انعدام الثقة بين أعضائه. وأفادت الصحيفة في مقال للكاتب روجر كوهين بأن هناك فكرة متداولة في الأوساط السياسية الفرنسية عن احتمال مغادرة فرنسا القيادة العسكرية لحلف ناتو شمال الأطلسي، والتي عادت إلى الانضمام إليه عام 2009 بعد غياب دام 43 عاما. الصحيفة انتقدت رد الرئيس الفرنسي على صفقة الغواصات النووية واصفة إياه بالمقامرة الكبيرة. وقالت الصحيفة إن ماكرون وجه وزير خارجيته لاستخدام مفردات لا تنتمي لقاموس اللغة الدبلوماسية، ناهيك عن الخطاب الدبلوماسي بين الحلفاء، وذلك عندما وصف ما أقدمت عليه الولايات المتحدة بالأكاذيب والازدواجية والوحشية والازدراء، كما قام باستدعاء السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة أن السؤال الأهم المتعلق برد ماكرون على إلغاء صفقة الغواصات التي كانت فرنسا أبرمتها مع أستراليا عام 2016 هو هل يملك الرئيس الفرنسي أوراقاً كافية لذلك؟ وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان عن عقد شراكة أمنية ثلاثية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تضمنت صفقة لتزويد كامبيرا بغواصات نووية قد أدى إلى نشوب أزمة بين باريس وواشنطن. ورأت الصحيفة أنه بالرغم من أن ماكرون سبق أن وصف الناتو بأنه في حالة موت سريري عام 2019، فإن تفكير فرنسا في مغادرة الحلف يشير إلى مدى عمق الأزمة بين باريس والدول الثلاث، وقالت إن الصفقة خلقت شعوراً بالإهانة لدى فرنسا التي لن تنسى بسهولة ما تراه صفعة أمريكية لا تطاق، على حد تعبير وزير الخارجية الفرنسي. وأضافت الصحيفة أن فرنسا في إطار ردها على الشراكة الأمنية بين الدول الثلاث تسعى إلى تحويل عبارات محببة لماكرون من قبيل الحكم الذاتي الاستراتيجي الأوروبي أو السيادة الأوروبية، تسعى إلى جعل ذلك واقعاً ملموساً. فقد صرح وزير خارجيتها أن ذلك هو السبيل الوحيد لأوروبا لتبقى جزءاً من التاريخ. من أخبارنا المنوعة في صدى الأقلام، رفضت السلطات السويدية تسمية مولود جديد باسم فلاديمير بوتين، وقد عدت استخدام اسم الرئيس الروسي يندرج ضمن فئة الأسماء الأولى غير الملائمة. فقد ذكر موقع الجزيرة نت أن السجل المدني السويدي رفض السماح للزوجين بتسمية مولودهما الجديد باسم فلاديمير بوتين، وعد أن استخدام هذا اسم الرئيس الروسي يندرج ضمن فئة محظورة من الأسماء الأولى غير اللائقة. وعلى وفق السلطات السويدية فيجب أن يخلو الاسم الأول من أي إساءة ولا يتسبب في أي إحراج للشخص الذي يحمله. وأضافت في قرارها الصادر في أوائل شهر أيلول الحالي أن أسماء الأسر ليست مناسبة لتكون أسماء أولى، وهذا ينطبق أيضا على الأسماء التي تشبه الألقاب. وكان الزوجان قد اختارا تسمية مولودهما فلاديمير بوتين تأمنا بالرئيس الروسي، ولكن السلطات السويد أكدت أنه لا يمكن اعتبار فلاديمير وبوتين اسما أولا مكونا من اسمين منفصلين، وبالتالي رفضت الاسم بأكمله.
قبل الختام مشاهدينا نبقى مع وقفة قصيرة والرسوم الكاريكاتيرية. وبهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، بإذن الله تعالى نلتقيكم السبت المقبل في صدى أقلام جديد، في رعاية الله.